حياكم الله، أنتم تقفون اليوم على الرصيف المطاطي المرن المطور للمشاة. طورنا الخلطة لتكون مناسبة وتخفف آلام الضغط وآلام المشي على الأقدام والكواحل للحجاج، ونتمنى لهم يعني راحة ومشي آمن وسليم. طيب، كم عدد العاملين اللي قاموا بنصب هذا البلاط والوقت اللي استغرقته لإتمامه؟ الحقيقة كان الوقت قياسي، تقريبا 50 ساعة عمل في بمعدل 8 ساعات في اليوم، معدات عادية لمعدات الأسفلت. نعم. نفذت، وهذه الفكرة في المنتج، إنه ما يكون يعني صعب ويحتاج معدات خاصة وكذا، فكان هذا يعني من أحد المميزات في المنتج. كم طول الطريق؟ المساحة الإجمالية اللي نفذنا فيها في المرحلة الأولى 15000 متر مسطح، المسافة الطولية كيلو كامل 1000 متر في عرض 15 متر. طيب، هنالك مشاريع أخرى أو مبادرات؟ طبعا، هو المبادرة هذه عبارة عن مبادرتين، ممشى مطاطي وأيضا طلاء يبرد ويخفف من درجة الحرارة.